بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الحمد لله الملك الديان الرحيم الرحمن الذي فضل شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحمده وأشكره على جزيل الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن مشاركة الأندان والأوثان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فأطيعوا أمره ولا تخالفوه فتكونوا من الخاسرين، واذكروه في كل حالاتكم ولا تكون عن ذكره من الغافلين، واشكروه على نعمه وآلائه ولا تكونوا من الكافرين. واعلموا عباد الله، ما مشني ذاذي اثنين الجمعة يعدون، أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل ينعم خنص النعم كثيرة، نعم الله عز وجل ليس غقان غريسيت زي النعم الله عز وجل شهر يتجنخل الأبواب شهر رمضان، بل زي النعم في مقرانين ما الله عز وجل يسارش أنك تزمد رمضان مشي مارة، وإذا ما تزمد شدي مثل شدي قمة سجوع يعني ويتزم بشه. ثم القيام من رمضان نعمة عظيمة وفضل كبير مشي مرة لمن وفق لذلك لما في هذا الشهر الكريم من أسباب المغفرة. إذن نغقض المعاصي الذنوب يقي مشي يومين ما رفض شيخ الله عز وجل ما رث قديش مفلعك الهدفين وزي رمضان هذا حق التقوى ذي الله عز وجل هذا شيخ، ولكني ما مشيخس ربي ما لنظم ما مشيخس. ومن أسباب يعني رمضان من أسباب العتق من النار، فمن بلغه الله عز وجل هذا الشهر بأن مد في أجله حتى أدرك هذه الأيام هذه الليالي فقد تكرم الله عليه وخصه مما حرم منه غيره. طاسين يودن طاين كان غزل غف عمال وذا الجنشة إذن شك الله عز وجل اللي كارمش يخصيش خطاسين يودن موثن صافي الأعمال سن بالدنت. إذن شك الله عز وجل اللي فضلش إن غني ختم الله عز وجل أخ الأعمال سن يقرأ الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر البركات، شهر الخيرات، شهر إجابة الدعوات، شهر إغاثة اللهفات، شهر إعتاق الرقاب، شهر النفحات، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر من حرم خيرها فقد حرم، من تقرب بشارة هنارندر من تقرب به بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة هنارندر كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. إذن لكن شهر رمضان شهر الصبر، الصبر من عن الجزاء نس الصبر ثواب نس للجنة ما يفنى، شهر المواساة، شهر
يزداد فيه رزق المؤمن شهان عرمدا خزت عماد كوينتين مشن الأخيرة شهان عرمدا خزا من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه مرسش صفلاكي شنجز اغفر ربي الذنوب وعتقا لرقبته من النار وميتيش ربي الثواب وميتيش ماشي يغفر الذنوب هذا يعتق الرقبة نفس النار يتيشي تربي يوني غي صفلان صائم استنقيت وامن تحبوش تنتيني أقشيش المشروع نزوان الخمرة خصت إجنا رندان بودا ذي الزم اثنين رندان بودا الزم ثلاثة بودا ذي الزم ضابعة بودا ذي الزم خمسة تخز مين تخز تغسل سلاف النغذيني وني تزمان 500 رمضان أثيكش خمين غا تزق أقشيش المشروع إشنا يا خص خمين غا تفغ زيادة هنش روح وزوشين زيادين تين زيانين تين نين مية مليون مهم زيان عما عايش خمسة كل ذا زيادة كيس خمسة تحبانتيني كسيت نتيتاس شاخ من غتاب دخزا وذي تلمس شوي نخار وحاسق شو مين خبر الزيتين قبر غايد دنا مغاب وش السزيتين ومن تحباني تيني وشيوا 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 على حسب فشي ذي خمسة غاك خمسة أجارات رجع نسن وين قستو شي ذي عشرة وقس على ذلك في مغارين أريز نقش هجم مشروع النخاء هجم توار تازم تازم تاخص وليس ولكن ذي سجن رجاي مغاب من أطعم فيه صائما وسقاه سقاه الله عز وجل من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تو سبحان الله في السعودية شت اسم إخوة بين ليس لا بس خاصم شي خزة يتبيك يتبيك يتسيد النزم منها وشي جمعيتن خمين غايدن قبل غايدن وشي الله يخليك الشكيلة يتحشمش كيستش من السن من دين السن الثواب نراجع نراجع ثم إخسان استقبل رمضان بتوبة صادقة شفزيرات ثم انعث الله عز وجل ما حدوا ندكور غاد الذنوب والمعاصي نقادي عمي كمال ثم خسبت القنع وندكور أن ندم أن تأسف على ما مضى من الخطايا والذنوب والتقصير في حق الله عز وجل أيها الإخوة الكرام إخسان اغتمس أوقات الفضائل عام ذيش ذي سوسن ذي سرق ولكن الأوقات وجبوا كيف ريا من رمضان وجبوا تني ريا من شوال نغن راج جيال رمضان وجبوا تني جيال دهان رمضان وجبوا ذني إلى غير ذلك إذن بروبيتشا شهر الأيام المعدودات قذواله شهايق قني كيعدو على المسلم أن يغتنم الأوقات من أوقات الفضائل مثل شنو شهر رمضان فإنه ليس له عوض وليس لأيامه بديل فهي الأيام الشريفة وهي الأيام الفاضلة ريما من حافظ عليها واستغلها ريما رمضان جاري واني خاص نتغي حافظ واني راه انت استغل ذي طاعة الله عز وجل وأقلع فيها عن المعاصي والمخالفات غفر الله له تعالى ورحمه وأعتقه من عذابه تخزن سنومي قانش يا أحمد عبد ها ما لو أنا يا أحمد عبد نروح ليس ثم سنومي قان واتحد غاهم السيح ها إيش النعمة تنقرت وأما لأن شن يوذن غس كيف كيف يوفد رمضان ما يفشت يوفي فغجي ثمني إن والله الذي لا إله غيره التسجن وقت ندمن أجزع فنخي خمس أيها الإخوة الكرام من لم يغفر له في هذا الشهر شهر رمضان فمتى يغفر له ربي بالعش ثورا جهنم يشد الشياطين يا زمشتي وران جن يوما ايوا هانت اكزاكش ما ربي يا زمشتي وران جن خدم يبلعتي وران جن النار خدم اكزاك ديرني شانس جو واسد شحنت
سجاوتي الشنبوتيين يعني وتشبو الغلة فسجاتا وتنفع أمي غتنفع يعني النوع الشجرة لا يصلح إلا أن يكون وقودا للنار وزيس هافم سيورا ويتيري وشنو تسجاتا إيري تسجاني تشن تزيوري يونان ويتيري بوتني وينفع المحدود حرق. أيها الإخوة الكرام، صيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب مغفرة الذنوب ثم كزي صيام رمضان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديثة كور عام تسرامس ترحت وسنسرت عاما من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كور عام تسريدس. مين يخسديني الحديثة شك عكس تسبع عن الدبلومات تخرج زي الجامعات دوينات تحت تفديجن أنونسيو والزون الجن اللي يخدم أسفشن 2500 يورو فكثير مرة الدبلومات اللي غاك تروح للنمامة تهمش 2500 يورو نشاء الدبلومات نشوة تتكيو تشاهد كل عام تسريد من صام رمضان إيمانا واحتساما واش تهمش غفر له ما تقدم من ذنبه واش تهمش ثا قد وضع ما نتكر حاجث كأنه وثعني ذواله شكمالات ودد غسات مع سيفيت او يفن خيامي تغذي نجمن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له والزوغة ذي غفار به هي ما حندا شي غفار به خصها تزمر إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أمي قانا زم رمضان إيمانا واحتسابا أزم مني تقخ إيمانا بالله عز وجل زمي غلي النوم نغزي ربي ثم التصديق به أصدق بأن ربي بأن الله هو ربي وأن ربي هو الذي أمرني بهذه العبادة ربي ذا يمانس العبادة ثم أنه هو الذي فرض هذا ربي خفتي فارض النشط إفاضة خل مستطيعين ذي المكلفين هاك شو مقان إيمان ثم الصدق ذمن الصدق بأن رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به إيوا بعد من غدا وخمس أيام الشروط يخني غادي يحتسب الأجر الله عز وجل من صام رمضان مره قتينا فذ قزمي فمتى سيود الشروط كمل سياس كمر زمنش ولكت إني خستويذ بما أمرك الله عز وجل فأمسكت عن المفطرات وصام يعني ثم بعد المحرمات صامت عيناك في الطويل نشط زمت مخذ زمت عن النظر عما حرم الله من العورات والصور الفاتنة وما أشبه ذلك في الطويل زمت وصامت أذناك يمجن الزم خلغينا ذله خد جخسير بدأ ماشي ذي رمضان اضطرب ذي اللعب وما أشبه ذلك وعن سماع السخرية والاستهزاء والتنقص بأبناء الإسلام والمسلمين وبأهله وعن سماع الغيبة ونحو ذلك ثم إرث كذلك اخصد زمخ الكلام السيء عن الغيبة والنميمة والكلام المحرم وما أشبه ذلك ثم جميع الجوارح نش أثغيت مني أثبتنت خل إجرام فإن ذلك مرض زم ذمه فإن ذلك سيكون من أسباب مغفرة ذنوبك هقم القن طريق زغن زم فمن لم يكمل نوي زم من سش طريقة يزم خجوع يزن سقي مني في الطويل قمن تمني إتراوها ونيت يزمي لا يزيدك إلا بعدا خالله عز وجل ولا يكون له حظ
من هذه المغفرة. والتذفذشة من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وهذه التذفذشة من والتذفذشة والشروط. فالصيام أيها الإخوة الكرام من أقوى أسباب المغفرة. خصت ربي يخنش زمام ما عنده شيء يغفر الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية أسباب المغفرة. حوج النغري هذا شيء يغفر الله عز وجل ما مجدني ذاك صيام إيمانا واحتسابا وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وكذلك كثرة الصدقات صدق غوزوي بوبريث الموجود والنفقات في الخير ثورا خام وجود روح سقاق بوزو خاسم تشيك وكثرة ذكر الله ودعائه كل ذلك من الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب وعتق الرقاب. فمن أتته هذه الأسباب وسنتي دارك ربي سارش الأمور يجيش تدادر عمدي قوان وظم ذو يمو لم تحظى بالمغفرة والتثيث سجني لا يخفى الله عز وجل بل إنا سجني حرموا فضل الله تعالى في هذا الموسم. إذن أظمي أمو يديري تضطريقة ما عند ذي يخفى الله عز وجل ذم رخو مش حيقص حظمي ويهو إنشاء سري مشاء أثقم تسجعني غد قرار رجيم لعلك ترضى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وغفلة وخطيئة فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذاكر الأواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام إن من جملة العبادات زي تقرب الإنسان على الله عز وجل في شهر رمضان قيام لياليه تراويح التهجد فإنها قربة وعبادة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيامه وحث عليه وفعل ذلك ورغب فيه فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قيام الليالي نافلة وتطوع. إذن تراويح أنت النافلة ثم ذجن التطوع لكن من أسباب مغفرة الذنوب. خذ يغفر ربي تراويح ينزل أسباب يغفر الله عز وجل تكفير الخطايا وكفى بذلك ثوابا كبيرا. ولكن فعقرم ذي الجمعة الماضية ومدي ذا الحديث عثمان من صفة الوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم نغو منا من صلى ركعتين ونغز جثنين نار شاعي يغفر ربي يهون نعم ومستي قشرت ايوه رحب.
من صلى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه غفر له واني غي الزجن اثنين نار شاعد ولا اسقومي قال الله أكبر انتظي الصلاة من يسجمي غفارة ربي فهذه الصلاة وقيت ذيش البلاكة قيت القاعدة مرمي مروح الزجر من صلى ركعتين يزدخ الشيطان الزجر ممشي مع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم هالقيام عود يمرن بأن التراويح ذي النافلة لكنها من أسباب مغفرة الذنوب ولكن مغفرة الذنوب في شهر رمضان اشترط لها ثلاثة شروط في هذا العمل خذش يغفر ربي ذي التراويح ثلاثان شروط الشرط الأول القيام الشرط الثاني الإيمان الشرط الثالث الاحتساب من صام إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه القيام فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا اغفر ربي إذن ونغي القيام الليل شهاي كمر أتوالد من المجة هنين أركعيفة فازيد العهد أشخد صغار فور ويشهاك يدخذ من 30 يوم 30 يوم يغفر إذن ما رخزت تذكينا وميغفر ربي نزرع أزمي ما مش هل قيامنا مش شد زمتنا نقول هتفر إذن وني أكمل هذه الشروط رجي مع حسن النية مغفرة الذنوب فلا بد من إكمال قيام هذه الليالي كمرد ما رخص ذا شغفار والإكثار من الأعمال التي تطلب في هذا المقام وكذلك لا بد أن يكون القائم نتق تراويح مصدقا بأن هذا التهجد ذي العبادة تقرب يعني تقرب الزسغة الله عز وجل هي عبادة وقرب وطاعة وأن الله عز وجل رتب عليها خنيت المغفرة أتفكر أتزم من الشماء أشغفاء وأتحب وهمس أتقوم الليل من الشماء أشغفاء الذنوب تغيمة شك شنو نحن تصيح بذل فغجن لا أشي أحمر بنعم خذم ثم استغفر رحمة الله عز وجل الله عز وجل أحب لعباده أن يقوموا هذه الليالي قرش قومثن أه؟ ولا بد أن يكون راجيا لفضل الله عز وجل نتق قيام الليل معترفا بنقصه وخطاياه معتمدا على الله أنه هو الذي يغفر الذنوب ويقبل الأعمال ويضاعف الأجر فمتى كان كذلك رجي أن تغفر له الذنوب تضطرق أم ويضا نغيو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذو نيدي السكر بمحدا نغش الدين مات الذنوب يغفى الخطايا في نص يعني ما رد قدش إخفى بالخطايا في نص يعني الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر هذا شيء يخفى ربي زي الصلوات زي الدوار عسى ميت جدا الزين هذا شيء يخفى زي العسى غير مغاب زي الجمعة غير الجمعة زي رمضان غير رمضان ما اجتنبت الكبائر أتكس الكبائر فهذه الأعمال مكفرات لما بينهن ولكن هذا بشرط هو اجتناب الكبائر الجمعة اللي يعذني جن الإمام إجا الخطوة استاذ الله عز وجل هذا غير فارس يغفى إن سنم ويذو منن
واني وايد زيد جين رمضان النس وثيق بالربي الله أكبر ذم الزواج ورميز إسران ستنتج الأمة في النقر الشباب وعزيد جين شكتكمر الخاسم ويذو مينا ذي البداية قد تعاون ذي وذان ما حدا الزم وعزيد وذي الإمام ربد قوم الإسلام يحارب من هذا المكان ذي النشان يوذان واتقذن ربي ويتارجج إيري ضربي بل أخ أدعي إيري ضربي ماشي أولا نطف وسين غولي دي قال أصلي خصد زمد أترغب غلي الصالة شكثار نتفني ذاس وإذو مين مين تعني الصلاة عمود الدين نقاخس الجمعة الماضية يعني ذاك ولا يقوم الإسلام إلا بها والتارك لها كافر خارج من الملة من ملة الإسلام الكافر لا يقبل الله منه صياما ولا صدقة ولا حجا ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة من قال الله عز وجل هقش أورن ربي واجبوا يا ورقد وما منعهم أن لا تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون قرآن ربي يلا هو دورنج ويتت الاجتهاد مع النص وعلى هذا فإذا كنت تصوم ولا تصلي فإننا نقول لك أن صيامك باطل غير صحيح ولا ينفعك عند الله ولا يقربك إليه ذني شنيولان وينقد الحديث هذا وأما ذني قرش بأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان أدي سنتكين غي الزجر رمضان مكفرات لما بينهن ولكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لتكفير رمضان إلى رمضان أن تجتنب الكبائر وأنت أيها الإمام النظر نغذواني الذي لا يصلي ويصوم وتجنبت الكبائر فأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة ذني شن الكبيرة كتازيفة واني ويتزيد جين ها؟ ثم من غنق الحديث من الرسول الرسمي داخل ذات حديث كثير العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من مدس نتقم ويتاورنا ويتخسي ذنا الأصل أن الزج ثم بني الإسلام على خمس خمسة الأركان يخيبنا الإسلام واني ويتزوم من غس أربعة الأركان يمارش ربي خمسة من مغتو تشكار سيد الإمام ونتين ننمو ونتين الجين بنذما ذي زوم ويتزيد جين قسس جنبي تذي حذي حج قسس الإمام إذا ما ذي حذي حج واني ويتزيد جين ذي حج لا إمام مغي زوم الرسول صلى الله عليه وسلم مسك معاذ بن جبل إلى اليمن من دسنا فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أذنين أشهد أن لا إله إلا الله فإن أجابوك ما رقبر تسجيك عرمزا بأن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلهم اخندي والزكاة فبدأ بالصلاة ثم الزكاة بعد ذكر الشهادتين ها القلوب القاسية للدين والله لا أرحم قلوب خيولا الإنسان يعتقد أن بنادم يشددني والله لا ويحمش يحمش ونش غير تفنتو شاهد يطبخاك لحد يكساس فوش يا حميش خوني شي ندير حس لان صافي ربي يوم القيامه واش التسوات
وقس على ذلك الشباب نغي وضع قزرين تحفثين التقنار وذي السيث نغمين يعرض متصالة وال وزيد زيد التشك زيد ويكتخدم دوما من الإسلام بلا الصالة الإسلام بلا الصالة مرمي في الدغة وغايجة من زي نمسن لا حظ في الإسلام لمن طايق الصلاة. ثم من أسباب المغفرة نقول على الموضوع ذي شهر الصيام القيام ليلة القدر وكذلك باقي الأعمال الخيرية كإخراج الصدقات والنفقات في سبيل الله والذكر والدعاء والأعمال الصالحة وتجنب الآثام والابتعاد عن الإجرام فذلك كله من الأسباب التي يزيد شغيخ الله عز وجل نتتازي الله عز وجل أنير الزيسن خطا سنيودان قول جير برمضان الله عز وجل يغفار يطا سنيودان ثم بآخر الشهر يغفار يتخذ ولكن إذن يطا سنيودان لا مين مش قد تريد الزيسن مين تخذ الزمة هام مش دمغ إن ربي نظم هام مش دمغ إن الرسول صلى الله عليه وسلم تدي السكربي أمت الطريقة ها ولكن غنراجع تيخفن غنراجع تزمن غنراجع تصالا اني شروط تخصت اعشتها ما غادي المسائل الدنيا تجتهد زيد جنانون سيو ذيس 1800 ورث بعد ذيس 3000 ورث تحت الغاز تزر قوم الليل رمضان قيام الليل تراوح قليل يبدا الامام وسقي مولد نقربوا هذه في خمس وحس مين عامي كمر عامي كمر ماشي نتيرا رمضان يوض عامي كمر الامام يتزجى اذا جاء رسول الله يغدق له هو يغدق الطوال ايوا قسل في النهار رمضان طوالي ستتسن ماشي نوالي ستتسن السلف النطوات تسنشاء يقرأ القرآن تجير تكمل نشين واتساب لو باتشي الداما ونده 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 أشي فعب بمين زي مين تكيف إلا ما رأي أحمان الله عز وجل رفدقة مر الجنة الأعمال أنا حمد رخي خنة لا مجال للمقارنة وانزم ما تقارن العمل نغيك العمل الصحابة وانزم ما نغن السلف القرون المفضل وازم ما تقارن لان الشيء القانتي راه تقصى نهني تو عبد الله عز وجل نشي نستانا يعني نتنفس الدنيا نهني تو تنفس التوحيد واش قارني خفنش تو اذا ما نسنس لا اله الا الله محمد رسول التوحيد يتزل غادي يسلقى الله قال الرسول بوم الشيء قال الله قال الرسول اش ديو قين نيفران مين دش قين نيفران قال اش قال الله مالي فران مالينا قال الله توافق الكتاب السنة سوى نداري ثني التدوى ورنس واني خاكي تلبس تعتقد أنه ينصحك انت تلبس خاك واذ عدو الله عدو النج مامي سخرق الرسول صلى الله عليه وسلم سخرق الدين ربي اش ينصحك البخاري يروح واسي مش حيش بالدبريد ما حندا ديك سجن الحديث حديث يتغيش ماني ناس منين اضيحة في ذيك شيء أمي يوضنا نسقاش واني غايت جا الحديث منين يوفيث يقيامو إقارسي ويسارح زعما كأنه قشغاري ذا المكلة يتقسو أمي غازيو ذويس نيذرق يتفيس الناس دواق أكسغ الحديث يسخار قويس ويسخار الرسول صلى الله عليه وسلم فخاسك السيق شاب وانش انتفيث نغاقن ذي المعاصي ذي الذنوب ها؟ ذا الأئمة تفنتن وشان وقسموا بالله يوضن تحن تزجنا وانس وشان تزجنا وانيوة واجريون ثقة وقس على ذلك اخذا ما اشتخذ دي المسائل الدنيا اه تحت غاكا خان الطمع تشتثن بستيقن بستمان وحري تمزن واش تعجب تخسر كسيت نصحني واي كمني ذي الدين اه رب دقا من اشتقس الغمس مين موت تحت غنجات تكسر خمين تخزات وبيراد ميم وطاح غا ميكانيك وسيد نمرون 7 8 قشكسيت بين دي سقيت قصايه
لا تخضل احسن ضبيط ذي المسائل الدين اش غينفع عندي الى اخره وني دغايسن كل من هب ودب دي سخان غير حش اخنفع على حق راس الفصاحه ذي اللغه راس الفصاحه الدوينه شادي ياس الخطا لنا تجيبون سن. اذن ثورا خنازم تو قيم العمل اين المتسابقون اين المصارعون الى الخيرات انتهزت الفرصه الله عز وجل ان الايام معدودات اغتنم الاوقات الشريفه والسان تمنوثين من رمضان وجبوشنا والسان والله اعلم ما تزمغ نهار نحد ما درتني وصينا مرمي ما تزمغني غلا الله اعلم ما نزم العام الله اعلم ما تزم العام تكبر اغتنم الليالي رمضان الانسان تستغل فيما يقربك الى الله عز وجل تريد سبب المغفره الذنوب العتق من النار مش تغحال السلف النغ وقت جسين الدقاء خر الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء نحن المذنبون نحن المذنبون وأنت الغفور نحن الفقراء وأنت الغني نحن عبادك وأنت مالكنا أنت ربنا وخالقنا أنت الذي تكلفت بأرزاقنا أنت الذي تكلفت بأقواتنا اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسأل الله العظيم أن يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات هذا فاغفروا لأخيكم زلاته ونسيانه وجهله وأقم الصلاة.